جلالي تعال اعمل هاي العملة. 3 2 1. هاي شكرا. الحين نبدا ثلاث مواضيع لليوم: طوفان الأقصى في فلسطين، كأس العالم في المغرب، ومحرز في السعودية. خلونا نبدا. يا فلسطين قولي لهم رجال الأمة فين؟ الترجي دولتنا وفلسطين قضيتنا. يا فلسطين، بهاي الكلمات أشعلت جماهير الترجي التونسي المدرجات في الدوري هناك كما في المقطع القادم. التضامن ذاته لقيته القضية الفلسطينية من ألتراس نادي سلتيك، الذي دائما ما عودنا على التضامن مع فلسطين وشعب فلسطين والقضية الفلسطينية، رافعا لافتات مؤيدة لفلسطين كما في المقطع القادم. هذا على صعيد الجماهير. أما على صعيد النجوم، فأبو تريكة عبر في حساباته قائلا: شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة، طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد ترى نصر أمة عانت الكثير. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يا رب العالمين. صباحكم فلسطين. محمود كهرباء اللاعب المصري الشهير نشر هذه الصورة عبر الستوري الخاص به في إنستغرام وهو يحمل العلم الفلسطيني في إشارة لتضامنه مع الانتفاضة واليوم التاريخي الذي شهدته فلسطين. كأس العالم وين؟ كأس العالم في المغرب حقيقة بعد أن كانت حلما حاولت السلطات المغربية تحقيقه منذ سنوات طويلة، ليأتي القرار أخيرا من الفيفا بإعلان تنظيم العرس العالمي لسنة 2030 على الأراضي المغربية وخمس دول أخرى. ردود فعل كبيرة كانت من شخصيات كبيرة. نبدأ مع الشيخ جوعان بن حمد الذي قدم التهاني للمغرب وكتب قائلا: نهني الأشقاء في المملكة المغربية، مملكة المغرب، على اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، استضافة تاريخية لبلد عربي آخر لواحد من أهم الأحداث الرياضية في العالم. ديما مغرب. الاتحاد الأفريقي أيضا لكرة القدم بدوره هنأ المغرب قائلا: الكاف يهنئ المغرب وشريكيها البرتغال وإسبانيا على قرار مجلس الفيفا بدعم المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030. أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو هنأ المغرب والبرتغال وإسبانيا على استضافة كأس العالم 2030. مبروك المغرب، بارابينش برتغال، انورابوينا إسبانيا، congratulations to Europe، felicitations à l'Afrique. إلى الدوري السعودي وديربي جدة، هناك صنعت لقطة رياض محرز اللاعب الجزائري الحدث عندما توجه للطاقم الفني لفريق الأهلي كما سنشاهد في هذا المقطع وماذا حدث. طبعا هذا الفيديو فسر من قبل المشجعين وقال عنه باعث أحد المشجعين في حسابه: رياض محرز في الأمس كان القائد الفعلي للفريق داخل الملعب وخارجه، رياض صار مدرب للمتدرب ومساعديه. في أكثر من لقطة كان رياض من يطلب ويرفض التغييرات للفريق، شكرا رياض على هذه الرجولة. أما مازن فقال: من مباراة الأخدود واضح أنه قائد ومدرب داخل الملعب أمس، وبالتحديد كان واضح ملاحظته توصل للمدرب أول بأول. أما أحمد فهد فقال: واضح أصلا من كلامه مع المدرب أنه قاعد يوجهه في التغيير ومتابعة اللاعبين، رياض محرز أكثر من مجرد لاعب. إذن فسر هذا المقطع عن رياض محرز بأنه
النجم والمدرب داخل الملعب وحتى في دكة البدلاء. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة وين وين تريندينج. ابقوا معنا دائما على تواصل وأعطونا تعليقاتكم على هذه الحلقة في التعليقات أسفل الحلقة. إلى اللقاء.